نشوف دلوقتي اخدكم على البحيرة، في واحدة صحية عملها بيت الزكاة، ودي في البحيرة. هنشوف هذا التقرير واكمل معاكم. تحياتي لبيت الزكاة المصري. النهارده احنا بنفتتح وحده صحيه بدعم من دوله البحرين من مؤسسه الزكاه. الدكتور طبعا شرفنا النهارده ومعالي السفير عشان يشاركونا فرحتنا باللي قدمته دوله البحرين لاهل المنطقه قريه بلقطر والتوابع اللي موجوده حواليها، حوالي 30,000 مواطن و28 قريه في المنطقه. بتقدم للناس الخدمات الصحية الأولية، ودي جزء من المنظومة الصحية اللي موجودة في مصر. وسعيدين جدا أن التعاون يكون عن طريق بيت الزكاة وصدقات المصري برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أمير الخير أمير المحبة أمير التسامح، اللي نكن احنا في البحرين محبة لا حدود له لما يحمله في على أكتافه من هموم للأمة العربية للأمة الإسلامية للعالم أجمع، للخير للسلام للاستقرار للتسامح. فجهودنا راح تستمر، وهي مثل ما قلت في كلمتي أبدا مو كرم منه، واجب. كان اختيارنا للمنطقة بتاعت بلقطر الشرقية في محافظة البحيرة اختيار دقيق. دي كانت وحدة صحية، كانت وحدة صحية مبنية 1930، وكانت متهالكة وما فيش بتقدمش أي خدمة، وهي بتخدم 28 قرية، وأقرب وحدة صحية لها على بعد 10 كيلومتر، وأنت شايف المواصلات هنا مواصلات صعبة. فكان الاختيار للوحدة دي، أعيد بنائها في أماكن للمبيت للأطباء وفي أماكن للمبيت لأطقم التمريض. الوحدة بين وحدة صحية وبين مستشفى، ما نقدرش نقول مستشفى، مش هي زي الوحدات الصحية التقليدية، هي أعلى شوية، متصممة وفق يعني أعلى تصميم. وزارة الصحة هي اللي هتشغلها، احنا النهاردة هنسلمها لوزارة الصحة. الوحدة اتكلفت غير ثمن الأرض حوالي 5.2 مليون جنيه مباني وتجهيزات. يعني النهاردة احنا في يعني يوم من أيام النجاح. تحية لبيت الزكاة، وتحية أيضا لمملكة البحرين وهذه الوحدة الصحية. وإحنا عايزين كل متر في مصر مكان مظلم ننوره إن شاء الله، سواء بقى مع الإخوة العرب سواء إحنا بإمكانياتنا، نقدم التحية لكل التنمية في أنحاء هذا الوطن.